مشاهدينا الكرام، جولة جديدة في الجامع الأموي، حيث تصدت قواتنا الباسلة لمجموعة إرهابية مسلحة كانت تحاول التمركز داخل المسجد. تفاصيل أكثر والتقرير التالي، تابعونا. مشاهدينا الكرام، وصلنا معكم إلى باحة المسجد الرئيسية عند الباب الرئيسي. تتابعون معنا أثار الدمار والخراب الذي لاحق بالجامع الأموي نتيجة تواجد المجموعات الإرهابية المسلحة والتمركز فيه، ولكن الجيش العربي السوري كان لهم بالمرصاد. سندخل إلى داخل المسجد. هنا الرواق الشمالي مشاهدينا الكرام، كما تتابعون معنا قام المسلحون بإطلاق قنابل حارقة داخل المسجد، ما أدى إلى احتراق وتدمير جزء من الجامع الأموي كما تتابعون معنا. الأثر النبوي الشريف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاث شعرات وجزء من الدرس الشريف، كاسرينه واخذينه. مرة أخرى يسحق الإرهابيون تحت أقدام الجيش العربي السوري، وهذا الدمار والخراب هو مخلفات الإرهاب الذي يمارسونه في سوريا بشكل عام وفي حلب بشكل خاص بكافة أشكاله وأنواعه. أما البناء فأهل حلب أدرى بشعابها وترميم ما خلفته يد الغدر الآثمة. شادي حلوة، التلفزيون العربي السوري، حلب. مشاهدينا الكرام، وللاطلاع على اخر الاوضاع في مدينه حلب نط معنا من هناك مراسل الاخبار شادي حلوه. شادي، ما هي اخر الاخبار في مدينه حلب؟ مساء الخير لك يا محمد ولي اليسار ولكل مشاهدي الفضائيه السوريه. الحقيقه العمليات التي يقوم بها الجيش العربي السوري على مدار الساعه متواصله سواء كان في الريف الحلبي او داخل المدينه. المهم ان رمز حلب الكبير هو الجامع الأموي عاد للجيش العربي السوري، والجيش العربي السوري سحق المجموعات الإرهابية المسلحة التي يعني عاتت فسادا وخرابا كما تابعتم معنا بالتقرير، ولكن إن شاء الله الحجر سيعود كما كان بإرادة أهل حلب، هم البشر الذين سيعودون بناء الحجر. أريد أن أبدأ من الريف محمد ومن ثم أنتقل إلى المدينة. واليوم العمليات متمركزة كانت من مناطق خان العسل كفرناها وما بعد كفرناها، وأبدأ بالخبر الأول حيث تم استهداف تجمع الإرهابيين المرتزقة على طريق عرب فطومة بعد مفرق جامع النبي يوسف، ما أدى إلى تدمير خمس سيارات بيك أب بمن فيها من الإرهابيين المرتزقة عرف منهم رياض السرحان 40 عام ملقب بالنمر وهو مصري الجنسية ومتزعم مجموعة إرهابية، عز الدين المصري 37 عام أبو نجم وهو مصري الجنسية ورامي قاذف ار بي جي، خليل عبد العزيز 32 عام والملقب بأبو جواد وهو سعودي الجنسية ومهمته قناص. انتقل من هذه العملية إلى العملية الثانية حيث أيضا
تم استهداف تجمع للإرهابيين المرتزقة عند فرقة الحزب صهاين جارة وحولها، ما أدى إلى تدمير سيارتين تاكسي ومقتل عدد من الإرهابيين المرتزقة. مطحنة الفرواتي عند غرب مدرسة الشرطة أيضا في منطقة خان العسل استهدفت وحدات من وحدات جيش الباسل، طبعا مجموعة إرهابية كبيرة، قتل من خلال 7 إرهابيين عرف منهم أحمد زهرة ابن علي 48 عام من معارك الأرتيق، مصطفى أحمد مهنا 34 عام من معارك الأرتيق أيضا، محمد سعيد أيوب 41 عام من قبطان الجبل، وعبد الرحمن ناصر 36 عام من كفر بالسين، وباسل محمد مرعي 22 عام من الأتارب. أنتقل من هذه العملية إلى عملية أخرى، حيث انفجرت عبوة ناسفة كبيرة أثناء تحضيرها من قبل الإرهابيين المرتزقة عند عمل الدقاق في خان العسل، ما أسفر عن مقتل 20 إرهابي وتدمير سيارتين تاكسي في ساحة المعمل، وثلاث سيارات بيك أب وسيارة نصف شحن محملة بالذخيرة والأسلحة. طبعا هم قتلوا، ولكن المعمل تم الإلحاق بضرر كبير جدا في الاحتراق هذا المعمل، ولكن هذه العبوة انفجرت أثناء تحضير مخلي طباخين داءوا منه اليوم. على كل، ننتقل من هذه العبوة النافذة التي انفجرت في خان العسل إلى دوار الجندول بالتحديد عند قرية العويجة، حيث نفذت وحدات من جيشنا الباسل عملية نوعية أسفرت عن مقتل 13 إرهابيا وجرح 10 آخرين. وننتقل إلى أوريم الكبرى عند مطعم الفرسان، تم استهداف مجموعة إرهابية مسلحة واردتهم قواتنا الباسلة بين قتيل وجريح. أختم الريف الخبري، عفوا الريف الحلبي، بخبرين. مفرق الثروات عند كفرناها تم تدمير سيارة تاكسي وسيارة بيك أب مزودة برشاش، وتم مقتل 5 إرهابيين في عملية استهدفت بها وحدات من جيشنا الباسل تجمعات للإرهابيين المرتزقة. دير حافر عند المصرف الزراعي كان هناك تجمعا أيضا لعشرات الإرهابيين، تم تكبيدهم خسائر فادحة بين قتيل وجريح. أنتقل الآن إلى المدينة محمد التي شهدت عمليات لا تقل نتائج إيجابية عن الريف الحلبي، ولو بدأت باب انطاكي عند المدينة القديمة أيضا استهدفت حواجز للمسلحين، تم تصفية معظم تلك الحواجز. قص الحرامي عند الجامع كذلك الأمر بين قتيل وجريح لمجموعة إرهابية مسلحة كانت متمركزة هناك. ساحة الحطب وساحة التنانين في الجديدة وساحة الأحراس في كلاسة شهدت تواجد مكثف لعناصر المجموعات الإرهابية المسلحة، تم استهدافها ببسالة من قبل وحدات من جيشنا الباسل أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين المرتزقة وسحق الآخرين بين قتيل وجريح. أختم بصلاة بريمة عند جسر الحج، كان هناك أيضا تجمع مع عدد من الآليات لمجموعة إرهابية مسلحة تم التعامل معها بحزم وتم تكبيدها بين قتيل وجريح وإحضارها الخسائر الفادحة. الآن محمد هناك عمليات تقام في ساحة الملح وروضة التقدم في المدينة القديمة وخلف سوق الهال، والأخبار الواردة من هناك مقتل عدد من الإرهابيين المرتزقة، لكن إن شاء الله فور ورود الأخبار الجديدة سنزودكم بها أولا بأول. هذا كل ما لدي، ولكم دائما الأخبار من حلب الشباب بالصوت والصورة. أعود إليكما، تحية لكم. شكرا لك شادي، كان معنا من حلب شادي حلبي، شكرا لك.